عن الأرثودونتيك دايجنوسيس. الدايجنوسيس بالدينتستري أو خلينا نقول الميديكال دايجنوسيس إن جنرال عندها مبدأ، المبدأ مالتها يسموها problem oriented approach. problem oriented approach ليش يسموها problem oriented approach؟ يسموها problem oriented approach لأنه بيها قصد هذه الجملة، جملة كلش مهمة كلش نحتاجها، إنه إن إحنا المشكلة على مود تنحل لازم نرتبها. معناها شلون نرتبها؟ نرتبها كالآتي: يجينا البيشنت بالدنتال كلينيك، لازم ناخذ الانفورميشن من عنده. الانفورميشن شلون تجي؟ الهيستوري عن طريق كلام هو البيشنت بده يحكي، هو يحكي تمام. يعني اذا البيشنت لازم يحكي، هاي حولنا اول معلومات حصلناها من عنده، رقم واحد. رقم اثنين لازم الدنتست او الاورثودونتست او البراكتيشنر او الميديسن ميديكال او الدكتور او اي شخص اللي هو المسؤول لازم يسوي اوبزرفيشن، لازم ينتبه. يعني البيشنت يحكي والطبيب يتابع، يسوي له كولكشن لمجموعه من الانفورميشنز. هاي الانفورميشن راح تتجمع، راح يسموها بالداتا. تمام، داتا منين تجي؟ من الكولكشن اللي من الكلام البيشنت ويا الاوبزرفيشن مال دنتست. تمام، هاي داتا اللي من تتجمع لازم السبيشالست شو يسوينا؟ لازم السبيشالست يسويها اناليسيس على مود يحصل على نتيجة. هاي النتيجة يسموها بالبروبلم ليست. تمام، البروبلم ليست، ورا ما يحصل على البروبلم ليست لازم يفكر بالسكند بارت ورا الدايجنوسيس اللي هو تريتمنت. صار عندي بهذا الكلام هسه انا قاعد احكي بالبروبلم اورينتد ابروش تو بارت، دايجنوسيس وتريتمنت بلان. الدايجنوسيس حنجمع معلومات والتريتمنت بلان حنحل المعلومات اللي حصلناها للبروبلم ليست اللي سويناها للبيشنت. تمام، كل بارت من هذا بصفه معينه تختلف عن الثاني. بالدايجنوسيس لازم اقف شيء اسمه التروث، حقيقه. يعني البيشنت لازم يحكي بكل اونست كل شيء، وتخلوه يحكي without your opinion without your judgment without interference. يعني تخلون البيشنت يحكي باللي يعرفه واللي يريده واللي يفتهمه واللي عنده علاقه واللي ما، يعني مو يحكي حكايه ما عنده علاقه انقطع ولا لا هذا ما له علاقه بالكلام، لا ماكو شيء. تمام، لازم يكون كل شيء حقيقه، حتى الشيء اللي انتم تريدون تسالون خلال هاي مرحله الداتا كولكشن لازم يكون شغله حقيقيه كلها صحيحه، ما بيها اي كذب بالموضوع، ما بيها اي التفاتات بالموضوع، كلها تروث على بدنا نحصل. واهم شيء مين يحكي؟ لا اوبينيون لا جادجمنت ولا انترفيرنس، هاي ثلاث شغلات لازم نتدخل بيها. تمام، بهالطريقه راح نقدر نحصل على البروبلم ليست. تمام، نجي للتريتمنت. يختلف التريتمنت بلان عن الدايجنوسيس. بالدايجنوسيس قلنا تروث الحقيقه، لكن بالتريتمنت بلان ما نحتاج الحقيقه، يعني ما نقدر نجي نشرح للبيشنت كل التريتمنت اوبشنز. ليش؟ لانه الادفايزر والوزدم تجي من الدينتست، صح ولا لا؟ من حضراتكم وليس من البيشنت. انتو لازم تحللون الكلام مالته، تحللون الحاله مالته، شنو يحتاجه، توصلوه الى ذا ماكسيمم بنفيت تريتمنت بلان. يعني خلينا نقول اكو هذا التريتمنت بلان رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثه، رقم اربعه، اربع تريتمنت بلانات لهاي الكيس. اي حاله من هاي الحالات البيشنت يستفاد وليس الدينتست، تقول الكلام مو انا استفاد ماديا اكثر اختار لهاي الطريقه، لا، الطريقه اللي هي اكثر يستفاد من هو البيشنت لازم اشرح له، ما اشرح له اذا انذر اوبشنز، اشرح له اياه انذر اوبشنز الا في حاله وحده من يكون عندي طريقتين
نفس الماكسيمم بنفيت يحصلها من الطريقتين، تمام؟ بس يمكن هاي الطريقة بي ادفانتج هالشكل وهاي الطريقة بي ادفانتج بالنوع ثاني. اشرح له الطريقتين هو اللي يختار. لكن اذا كان عندي طريقة واحدة وحاصل على الماكسيمم بنفيت لازم شي يكون الطريقة الواحدة لازم اشرح. هاي الحالة هاي ما تحتاج الى تشوف، تحتاج الى another option another important اللي هو الوزدان. بالتريتمنت بلان نحتاج الى الوزدان، الحبه بالتصرف، تمام؟ بالدايجنوستيشن نحتاج الى تروست بدون انترفيرنس للبيشنت. هاي هي الطريقه الوحيده اللي نقدر نحن نحلل مشكله البيشنت ونعالجها يعني. هاي الشغلات اللي احنا نشرحها يحتاج الى مجموعه من الشغلات يعني الشغلات لازم تساعدنا. طبعا هذا المخطط موجود، خليت لكم اياها بالهذا، هو يوضح لكم الطريقة شلون نسوي كلينيكال اكزامينيشن، تجمع الانفورميشن، وراها يصير الداتا بيس مال بيشنت. يعني ما اعرف ليش قاعد اتخيل هو السبب ال لا دكتور سبب الداتا شو الداتا شو اب هذا الانترفيو هذا الاناليسس وهذا الريكورد كلينيكال اكزامينيشن تتجمع يصير داتا بيس شوفوا سب كلاسيفيكيشن نحصل على الدايجنوزز للبروبلم ليست شفتوها؟ نعم. بالبروبلم ليست راح تواجهنا شغلتين either pathological condition او the mal occlusion. احنا تذكرون الان مشرح لما محاضره اول محاضرات المال occlusion احنا ايش قلنا؟ قلنا المال occlusion it's not a disease صح؟ It's a condition. لو تذكرون هذا الكلام. هو حالة. هاي الحالة احنا نحلها باقتناء البيشنت. صح؟ ماكو فد واحد حيجينا للعيادة مال الأورثو راح يقول لنا أنا أحتاجه لأنه يأذي لي سني. هذا كلام خطأ. يأذي سنه معناه كيريز وليس مال أوكلوجين. تمام؟ لكن إذا جانا خلال البروبلم ليست شفت إنه الشخص عنده pathological condition like caries, periodontal problem أو whatever وأدى المال occlusion الأفضلية والأولوية لازم تكون للمنو؟ تمام؟ يعني البيشنت قبل ما نحل المال occlusion مالته لازم نعالج pathological condition مالته، نعالج الكاريز البريدنتال بروبلم كلها نعالجها وبعدين بدي نحل مشكلة المال occlusion اللي عنده، تمام؟ عاد بنيجي مال اوكلوجن نحلل الكيس شنو الشيء اللي يحتاجه شنو التريتمنت بلان اللي يحتاجه وننطي ونشرح له تفصيل التريتمنت بلان اللي حصل على الماكسيمم بنفيت، تمام؟ زين يتم هذا الشيء عن طريق مجموعه من الدايجنوستيك ايدز. راح تشوفون بالمحاضره عندي تو تايب اوف دايجنوستيك ايدز الاسينشال والنون اسينشال. بعد طبعا المحاضره يعني هي ماده علميه، تمام؟ لو نجي لواقعنا هسه اللي نشرح نشتغلها بالعياده، يعني هو من اسمه essential diagnostic aids لازم هذول كلتهم البيشنت اللي راح اشتغله الاورثودونتيك تريتمنت كله لازم اوفر له اياه. انا هسه مو كله اقدر اوفر له اياه. الفاسيلتيز اضافه للتكنولوجي، التطور اللي صار بالتكنولوجي مالتنا. اول شيء الكيس هيستوري والكلينيكال اكزامينيشن يعني الكيس شيت راح ناخذه راح نبدي نشتغل عليه ونشرحه ونسويه. استادي موديل لازم ناخذ امبريشنات البيشنت، سيرتن راديوغرافيز بيري ابيكال لاترال او بي جي بايت وينج يعني البيشنت اذا اخذناه بيري ابيكال ولاترال او بي جي بايت وينج يعني ما نشتغل احنا اصلا يعني استنى وعلى فضيحته ما نشتغل والله كريم. فيشل فوتوغرافي راح ناخذ الفوتوغراف الراديوغرافي صار بيها ليميتيشنز يعني ما يحتاج كلها ناخذها هسه الشيء الوحيد اللي يعوض عن كلهم هو الاو بي جي تمام. ايام زمان كان ماكم او بي جي كان ياخذون البري ابيكال وكان ياخذون البري ابيكال يعني سيجمنتد لكل بارت يعني سيفرال بري ابيكال راديوغرافيز كميه الاكسبوجر وايد راح يتعرض عليه البيشنت. هسه حلوها انه قاموا ياخذون او بي جي وانتهى الموضوع. اللاترال سيفالومتريك لانه هو من الفاسيلتيز اللي هي مو كلش متوفره عندنا يعني كماديا غاليه كمكانات الاهليه كمكانات حكوميه خلينا نقول مو كل مكانات متوفره فيها لهذا يستخدموها الا لحالات السكليتال بروبلمز الشغلات الكلش ثقيله نحتاج انه نسوي دايجنوست عن طريق اللاترال سيفالومتريك. البايت وينج هسه صار ما اكو داعي لانه هذا البايت وينج كانوا يستخدموه لحالات الامباكشن بس حتشوفوها يعني بالمحاضره مال البايت وينج.
كانوا يستخدمون الليمباكشن هسه قاموا يستخدمون السي بي سي تي الا للحاله ضروريه يعني. اما الفوتوغرافي لازم كل بيشنت ناخذ الفوتوغرافي لازم نسوي له سادي موديل اضافه لازم نسوي له الكليشن. من اسمها اسينشال يعني معناها هي ضروريه انه تكون موجوده ويا ايتش كيس ان اورثودونتيك برانش اوف دنتستري. تمام. النون اسينشال هذا الكليشن معه هذا سادي موديلز لازم تكون فيها قواعد معينه لازم البيس شلون تترتب شلون هذا كله لازم ناخذها بمحاضره خاصه مع السادي موديل. هذا البريكارديوغرافي هذا الاو بي جي وهذا البايت وينج وهذا اللاترال سيفالومتريك اضافه للفوتوغرافي. شوفوا راح تاخذون الفوتوغرافي تسمون محاضره خاصه مع الفوتوغرافي اكسترا اورال وانترا اورال وكل فيو من هاي الفيوات لازم تسووها للبيشنت داخل الكلينيك. هاي واجب عليكم بالكيسات مال الكلينيك مالتنا. تمام. اكسترا اورال انترا اورال وترتبوا ليها هالشكل الطريقه هاي الطريقه على ورقه اي 4 تخلوها ويا الكيشي تقدموها بنهايه السنه كلش مهمه. تمام. النون اسينشال دايجنوستيك يعني شنو معناها النون اسينشال؟ يعني معناها مو كلش مهمه. لا هي مهمه لكن اولا انه ديفيكولت انه نوفرها لكل بيشنت لان الفاسيلتيز مالتها ثقيله نوعا ما. تمام. راح تشوفون الاسامي موجوده هنا شغلات مو هذه. وثانيا مو كل بيشنت يحتاجها، بعض البيشنتس يقولون يحتاجها. فاول شيء عندنا سبيشالايز راديوغرافيز الاوكلوزال فيو and other review, electromyography examination, hand radiography, computer CT scan, MRI, endocrine test, blood test, certificate. هاي مجموعة من البيوبسيز و يعني هذا الفيو أيام زمان كانوا يستخدمون على ما يشوفون الامباكشن مالتنا بليتلي لو بوكالي. تمام؟ بالفيوات مالتها. هسه ما قاموا يستخدمون أصلا، أصلا الأفلام مال باتوينج صارت ما متوفرة يعني. تمام؟ قاموا يستخدمون السي تي سكان هذا الكترومايوغرافي للاشخاص اللي عندهم بروبلم بالماسكولار فانكشن. ممتاز. الهاند راديوغرافي هذا يستخدموه على مود جروث بريدكشن عشان يشوفوا شخص بي جروث او لا. احنا دائما اكو اشخاص خاصه ماي فانكشن ابلاينس من نبدي نستخدمها راح نستخدمها للاشخاص اللي لازم يكون بالاكتف جروث تايم. هذول الاشخاص لازم نعرفهم. يجينا شخص عمره 10 سنين 11 سنه 12 سنه اوكي، بس مرات يجينا شخص بيكون محير، تشوفون شخص ضخم او شخص ناعم بس عمره خلينا نقول 15 سنه 14 سنه، الاسنان مو كلها صارت بها الرابشن، اتوقع انه عنده بعض من الجروث ريمننت، بعض الجروث ما كملان عنده. اتاكد عن طريق الهاند ريست راديوغرافي، اقدر اتاكد اكثر من هذا الموضوع، تمام؟ هاي راح تاخذوها بالمحاضرات بشكل مفصل اكثر يعني. السي تي سكان صار هو الحل الوحيد في حاله الامباكشن في حاله الامبلانت والسوالف في الاورثوجنوستيك سيرجري كل صار يوفر لي عده شغلات استفاد بعدها بالسي تي سكان بدل الاوكلوزال راديوغرافي ام ار اي وسنسيتيفيتي تيست انذر تيست. هاي حالات معينه يجيني شخص احس انه ميديكال كونديشن مالته مو تمام احتاج اسوي له فد ميديكال لابراتوري تيست احتاج ادز ليالها شغلات معينه. اذا هي شغلات ضروريه لسيرتن كيسز فقط مو لجميع الحالات. ليش يسموها بالنون اسينشال؟ لان معناها احنا ما شرط نوفرها لجميع الكيسات، نوفرها لكيس معين واحد او اثنين او ثلاثه اكثر. تمام. ولصعوبه الفاسيلتيز اللي هي توفر لي هاي الدايجنوستيك ايد. راح نبلش باول بارت اللي هو الكيس هيستوري. بالكيس هيستوري ننتبه اللي هو الكيس شيت يعني راح نشوف انه اولا البيرسونال ديتيلز يعني هسه الكيس شيت اللي انتم حضراتكم راح تتعاملون وياه راح تشوفون انه اول بارت من عنده النيم الايج الديت اوف بيرث الجندر الادرس الاوكيبيشن هاي شغلات كلها موجوده ضمن الكيس شيت مالتنا. راح ناخذ واحد واحد ونعطي اهميه كل واحد واحد. هاي البارتات اللي هي فشي اوردينري كلش طبيعي يعني البيشن يدخل شو اسمه يسجل اسمه. كل برانجات الدنتستري هي طبيعيه لكن بالاورثو عندها اهميه خاصه تختلف. كون البيشنت راح يصير ضمن العائله تصادقون تعيشون وياه لمده سنه سنتين ثلاث سنين هو وضميره بعد يعني حسب الكيس طبعا يعني. زين راح نبلش باول بارت ضمن البيرسونال ديتيلز اللي هو النيم. النيم معروف كهو بارت فور ايدنتيفيكيشن جاني محمد جاني علي جاني تديني زينب وات ايفر.
صح ولا لا؟ البيشنت نيم بالاورثودونتيك برانش اوف دنتستري مهم. ليش؟ لانه يقوي الاسرة الموجوده بيني وبين البيشنت. يعني اول زياره جاني سالت اسم سجلت الاسم انتهى الموضوع. ثاني زياره لنفس البيشنت حيجي مو مثل الفلينك صح ولا لا؟ الفلينك يجي البيشنت اليوم راح محمد جاني ثاني يوم علي انتهى الموضوع خلاص زين محمد ذكر بعد محمد لا ما ذكر سويت الفلينك خلاص الا اذا انكسرت الفلينك يعني طبعا يعني صح ولا لا؟ لكن بالنيم بالاورثودونتيك لا من يجيني محمد ثاني مره من اصحى باسمه راح تشوفون البيشنت هو يعني بالنسبه الى التريتمنت في شيء فيك في شيء مو واضح صح ولا لا؟ غموض ما يعرف راح يتاذى راح يوجع راح يعني مو في شيء واضح حتى هو للناس بصوره عامه حتى للبارنتس حتى للريليتيفز حتى للناس بصوره عامه الاورثودونتيك تريتمنت ترى هو شيء ما معروف يعني مو مثل الحشوه. الحشوه كلها تعرف انه لازم تشيك اوبرا ويحش بز هذا الصوت يطلع وبعد شنو يحش السن ينتهي الموضوع. الاكستراكشن كذلك انتك اوفرا وراها نقلع السن ينتهي الموضوع. يعني الناس تفتهم هذا الكلام لكن اورثودونتيك تريتمنت هو البرانش الناس اللي ما تفتهمه. ايش كيف بتشرح له؟ يعني تقول راح اخذ طبعه راح اسوي قياسات راح اسوي صور راح اسوي ديزاين راح اسوي ابلاينس اركب فلانشي اخلي باند اخلي الاستيك هاي شغلات مو واضحه للبيشنت فتكون بالنسبه لهم فشي يعني يستصعبوه صح ولا لا؟ فلهذا يعني الشيء يكون مخيف بالنسبه لهم من يدخلون ثاني زياره ثالث زياره كلها مخيف بالنسبه لهم. اكو ناس توكتف تسال يعني البيش تقول يعني ليش لزمتي هذا؟ ليش خليتي هذا؟ ليش سويتي فلان شيء؟ ما قلتهم شو اللي يصير. لهذا انت لازم تريحها. الامبروفمنت بالسايكولوجي مع البيشنت الامبروفمنت بالكوميونيكيشن ويا البيشنت هو عن طريق النيم اوف ذا بيشنت. يعني رجاء مو ثاني زياره اجي اسالكم على البيشنت شو اسم البيشنت؟ محمد اسمه يعني تشوفون الاسم مره ثانيه لا رجاء هو بيشنت واحد بيشنت واحد حفظوا اسمه بلا زحمه وسووا في العلاقه بيناتكم وبين البيشنت على متحصلون على كوبريشن مع البيشنت تمام؟ هاي بالنيم الايج اند ديت اوف بيرث. انا بالنسبه لي كشيء شخصي لي أنا الايج ما يعجبني، يعجبني الديت اوف بيرث أكثر من الايج. الايج يجي عمره 13 سنة والبيشنت شغله طويل 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 ورا ثلاث سنين لخا أفتح السجل ايش قد عمره 13 سنة ها قبل ايش قد لازم أرجع للتاريخ الأول مرة رجع ترى ثلاث سنين، يعني ايش قد صار عمره هسه؟ صار 16 سنة. يعني إن شاء الله راح تصير معقدة يمكن ما أركز عليها أثناء شغلي، لكن من أسجل الديت اوف بيرث من أسجل مواليده صح يختلف الوضع. نسجل 1998 نسجل عمره 99 نسجل عمره العفو ديت اوف بيرث مثلا يعني خلينا نقول 85 اسجل انه مواليد 2002 هذا المواد من اسجله اطرحها من السنه اللي عاني بيها اعرف العمر مالته صح ولا لا؟ فلهذا الديت اوف بيرث بالنسبه للاورثودونتيك تريتمنت افضل واهم من هذا. او مرات البيشنت يجي ريكولز زيارات بعدين ورا فت 5 سنين ورا 10 سنين تمام؟ خاصة إذا أنتم بلشين علاجكم هو صغير أبدا أشوف الجروث مالته وين وصل شو اللي أحتاجه الأيت كم يطلع ما جاي يطلع يعني بدل ما أسأله السؤال أرجع للكيشة الرئيسية مالتي وأشوف الديت أوف بيرث أقدر أربط الكونكشن بالأيج تمام؟ لهذا الديت أوف بيرث بالنسبة للأورثودونتيك برانش أوف دنتستري أهم من كلمة الأيج تمام؟ بس أكو فد نقطة مهمة بالأيج أو الديت أوف بيرث انه يعتبر الديت اوف بيرث هو الفايتال سبجكت بالاورثودونتيك تريتمنت الفايتال سبجكت شيء حيوي. احنا اوكي سالنا عن عمر 13 سنه 12 سنه 5 سنين 6 سنين سنتين 40 سنه 35 سنه وات ايفر العمر اللي قال احنا بشغلنا لازم نربط هذا الكلام كفكرة أولية. يعني حدا عن البيشنت لا فاتح حلقة ولا عارف شنو داخل حلقة شنو المشاكل اللي عنده هاي كلها معرفة صح ولا لا؟ فلازم أربط هذا الكلام ويا التريتمنت اللي راح أتبعه بشكل غامض ويا نفسي مو قدام البيشنت تمام؟ يعني سؤالي أبسط لكم إياه جانا بيشنت عمره سنة وجانا بيشنت عمره 12 سنة
وجاني بيشنت عمره 20 سنة. شو الأفكار اللي تتواردني أثناء هذا النوع من التريتمنت لهاي الأشخاص؟ Type of treatment كلام صحيح، بس يعني شو يعني شنو التريتمنت، شنو type of treatment راح تستخدمه؟ إذا جاك عمرك عمره سنة قد تكون prevented intercepted. لا قبل ما تفكر بهذا التفكير أنت تفكر بنقطة أهم، إنه هذا الأيج شنو هو الدنتشن اللي عنده؟ هاي أول سؤال تخلي بالك، تمام؟ يعني جانا عمره سنة، شنو type of dentition؟ يعني يمكن بعض من الديوستيث أو ممكن ما عنده، صح ولا لا؟ زين، شنو هو المال أوكلوجن اللي ممكن أتعرضه خلال هاي المرحلة؟ هش لازم تفكرون، تمام؟ احتمال عندك left، احتمال عنده في the problem، ما عنده neonatal teeth سنزايد طالع له هو صغير، أو عنده في مشكلة معينة، صح ولا لا؟ تمام؟ زين، the type of the treatment. هستخدم له fix appliance، هستخدم له functional appliance، هستخدم له surgery، هستخدم له removable appliance. زين، جاني واحد عمره 6 سنين. mixed بداية. تمام، بداية mixed. هذا أول شيء type of dentition. شو ممكن أشوفه مع الأوكلوجن بهالمرحلة؟ Ankylosis. ممكن اجل هذا نورمال، هذا نورمال، هذا نورمال تسوي عند مرات وجع يعني بيش يصير عنده مشكله بس هذا الكلام. لا لا طبعا كلاس ثاني عندي كلاسيفيكيشن كلاس 1 او كلاس 2 تعتمد على السكس من ال 6 سنين ما تكون واضحه للبيشنت. ممكن يكون عندي كلوز بايت، صح؟ ممكن يكون عندي كلوز بايت، تمام؟ ممكن spacing، ممكن crowding، ممكن هاي كل شغلات واردة. زين type of the treatment بالعمر 6 سنين. Functional. Corrective. Okay, corrective type of the appliance. Functional. حسب غير كل. راح حسب كيس شيتان. ممكن انترسبتيف. إيه حسب الاحتياج. يعني ما كلامك كله صحيح. حسب الاحتياج. بس أنا لازم أكون فكرة أولية. يعني شنو يعني شيء شائع استخدامه لشخص إنه عمره 6 سنين وعنده فد بروبلم يحتاج لأورثودونتيك تريتمنت. يعني بيش جاء عليك تيك أورثودونتيك تريت عالجة يعني. فالتايب أوف تريتمنت لازم أفكر بيه. أساس التريتمنت بعمر 6 سنين أو بداية الميزنتشن هو removable appliance، تمام؟ زين إذا جانا عمره 13 سنة 12 سنة ممكن fix ممكن removable. دكتورة مو active growth time؟ تصير fixed أكثر شيء. الفيكس ربطوها دائما ويا الفول permanent dentition. ال 12 سنة هي نهاية الميزنتيشن، يعني ممكن أشوف إنه عندي deciduous teeth أو ممكن ما أشوف، تمام؟ إذا full permanent dentition الجواب الوحيد تقول fix up dentition وأنت متأكد يعني خلاص من أجي أقول لك patient عمره خلينا نقول 16 سنة 20 سنة فكر إنه خلاص هو هذا permanent dentition خلاص يعني treatment مالته. طبعا مو معناه ما اقدر استخدم الريموفبل ابلاينس، ممكن استخدمه اذا سمبل كيس شغله بسيطه يحتاجها، صح ولا لا؟ بس انا قاعد اقول لكم كبريدكشن مالتكم كتريتمنت بلان، كاول شيء يجي البيشنت وتساله على الايج او ديت اوف بيرث. مختصر كلامي شنو؟ قاعد اوضح لكم بهاي الطريقه انه هاي الفرايتيز بتفكيري كانتم كاورثودونتست من حيجون تسالون اول سؤال البيشنت ديت اوف بيرث او الايج اوف ذا بيشنت. هذا الفرايتيز اللي تعطيني بالتغيير بالتفكير مالتي هذا يخلي انه هذا البارت بالدايجنوسيس هو الفايتال سبجكت ان اورثودونتيك تريتمنت. سبتمبر مقصد كلامي شنو بهذا السؤال؟ هذا الكلام؟ زين جندر ميل اور فيميل شنو التغيير يعني؟ فاريشن فاريشن بالجروث اند ديفلوبمنت. عافيه ممتاز. هاي اول شيء كجروث بريدكشن دائما الفيميلز يقولون الجروث مالتها اسرع منها بس لا الاكسبتنس مالتها يعني مثلا الاستاتيك تهتم اكثر
اذا معناها المانيبيوليشن وذ ذا جندرز شو وقت عمل ويا الفيميل وشو وقت عمل ويا الميل الافكار الفيميل وافكار الميل هاي تاثر بالجمنت لا معناتها كلام صحيح ادرس اند اوكيبيشن فينا مدى تفاعلية البيشنت مع التريتمنت يعني يهتم مثلا كاوكيبيشن واطلاق الاطباء ما ينجرؤون بالعلاج لك يا عيني يتفستقون هذا لا 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 انا قريت فلان 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 ارتكل يقول هذا شكله انهم اتشينك تخلون اتشينك بالفيكس ابلاينس وهي ياكل كل السن لا 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 لا, لا انا ما اخلي ابني يابا والله يحتاج فيكس ابلاينس لا تخلوه يفيكس ابلاينس من الدنيا لا 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 لا, لا. ما استخدمه هذه الاطباء اقول لك اياها بالمناسبه يعني ما ينجرون غير مره يعني غير متعلم افضلنا يعني متعلمه عشان كمان صراحة يعني هو الاوكيبيشن والسوشيال ليفل مع البيشنت من يدخل البيشنت انت لا تسأل طبيب حضرتك مو طبيب اول الطبيب ما شاء الله اول ما يدخل الماندبل المعزل افتهمتك انت طبيب اسنان صيدلاني او حتى ممكن يكون تقني صح يعني مو جاي يوصل لي فكره انه هو يعرف المانتبل ويعرف المجزله التيث مرات يطلع لا يعني هو شوي باللغه الانجليزيه قوي فشي يقول تيث فهمت انا مقصد كلام وين انا اقيس البيشنت باسلوب كلامه افهم السوشيال والاوكيوبيشنال والليفل ماتر على اساس اتعامل تمام ترى لا يغركم المظاهر لا معناه كل متعلم وغير متعلم غير متعلم يجي لك غير متعلم ويقدر يتفاهم وياك وانت تتفاهم وياك باسلوب متعلم وحضاري اكثر مما تتعامله ويا شخص متعلم تمام هاي نقطه كلش مهمه اول شيء تسمعون خلوه يحكي وخليه يبعبع لداخله وبعدين حضراتكم تبدون تتعاملون وياه هذا كاوكيوبيشن زين الادرس واحد بيته انتوا عادتكم ربما عدد زيارات ياثة يعني اها برافو عليك يعني طبعا يعني الواحد بعيد. بيته بالمنصور او بيته بتلفات الدنيا ويجي لك بنا او بيته براس الشارع طبعا اتوقع البيشنت اللي هو اللي يكون براس الشارع يكون التزام بالمواعيد اكثر لذلك انتوا يعني الدنيا صعبة يعني مو تجون تفرضون على البيشنت لا والله لازم تجي على الموعد لا اشتغل تريتمنت بلان اقدر طريقة معينة حتى وإن صار تأخير بالappointments ما يتأثر يعني مثلاً هنعطيكم في المثال أنتوا حضراتكم المفروض تعرفون مثلاً تذكرون العام أخذنا simple finger spring وأخذنا modified finger spring guarded type الفرق بيناتهم إنه هذا بالguard وهذاك يكون طويل ورفيع وهذا الجيش بارت 0.6 وهذاك 0.5 إذا تذكرون هذا الكلام الفرق انه بال 0.5 الفلكسبيليتي عاليه اكثر صح لو لا لكن بالاخر 0.6 الفلكسبيليتي مالته اقل لهذا اذا البيشنت جاني محتاج الى فينجر سبرينج هو بيته كلش بعيد اسوي له جارد تايب الفلكسبل اكثر لانه حيشتغل على فتره زمنيه اطول مما اذا استخدمنا له الريجيد تايب تمام بالفيكس ابلاينس كذلك بدل ما اخليه الواير واغير له كل زياره تمام يعني او كل زيارتين مره خذا بيته بعيد اقدر اغيرها كل زياره مره طبعا بدون ما يتعارض ويا البرنسبلز مال تريتمنت مالتي تمام المهم لازم اوفر له علاج يشتغل على فتره زمنيه اطول تمام تشيف كومبلين هاي نقطه كلش مهمه ينقسم البيشنت الى 3 تايبس ان يور بيشنت هو يحتاج للتريتمنت types يجي patient موجه للتريتمنت و type يسموها desire الرغبة هاي كارثية يعني يجي لك patient normal occlusion يريد له هذا شوي فرق هذا صعده هذا نزله خلينا نجي على patient اللي هو مقتنع بالتريتمنت بلان تمام يتقسم الى نصين ممكن يكون الريلاتيفز هو او البيرنتس او الجارديانز هو المسؤولين الطفل خاصه اذا صغار بالعمر هم اللي يريدون التريتمنت بلان والبيشنت يرفض التريتمنت بلان هاي مشكله كبيره احسبها تمام لانه يعني البيشنت يرفض
والأهل يريدون وأنت حتصير في حيرة من أمرك والعلاج ما حيمشي تمام. لكن إذا البيشنت هو بالذات يريد هو يهدف إلى التغيير يعني هو يهدف إلى التغيير مع إنه تكون أنت أونست بالشرح مالتك بالتريتمنت بلان إنه العلاج قد يطول مو تقصروا لي تمام. كذبوا شوية على الكذب بالتريتمنت بلان قلت لكم هو يحتاج وزدان حكمة بالموضوع البيشنت تسهلوا لي العلاج يطول له سنة أقول لا والله 4 أشهر. ليش أقول 4 أشهر؟ هلا طبعاً تمام مو اقارب اقول يا الله 4 أشهر على وجه بيش تجيني حصلت في الزايد لا بالعكس اقول يطول لك سنتين وحتى يخلص السنه. ليش؟ على يعني لا يعني لأن ميمي. هذا تريتمنت ممكن يصير كومبليكيشن أثناء التريتمنت ممكن يتأخر البيشنت الكلام الأول اللي تقوله حضراتكم يلزم عليه كل ما يدخل لك يقول لك بقى شاهد. أنت قلت لي سنة أنت قلت لي 4 أشهر ولا 4 أشهر صار هسه 6 أشهر صار هسه سنة هسه صار سنة ونص يعني هو ما يقول إذا هو حضرته ضارب له موعدين مكسر له الجهاز مرتين تفهمون شلون او حضراتكم صار عندكم في الظرف ما قدرتوا تكونوا متواجدين باحد المواعيد هذا يحتاج الكونتينيوتي يعني صح لو لا انت اليوم سويت الفولينج راح البيشنت بالاورثودونتيك تريتمنت باشر اكبر انت ما موجود بالعياده ما يجي لك البيشنت اكو مشكله بالفولينج لكن بالاورثودونتيك تريتمنت اكو كونتينيوتي بالفيزيتس صح لو لا انت يعني ظروفك كم واحد يعني ظروف البني ادم ما يكون مو بيده يعني فاذا لازم بالادرس بالتشيف كومبلينت لازم اعرف شلون اتعامل ويا البيشنت ويا الديزايرز مالته يعني تمام. هاي نقطه كلش مهمه. الميديكال هيستوري ما حدخل تفاصيلها لانه عندكم محاضره هسه خذها 11 ورقه 15 كيس شارح لكم على كل كيس شو تسوي الاورثودونتيك كونستريشن شرح كلش مفصل. دنتال هيستوري واضح جدا بيشنت اللي يجي لك انه عنده كونتينيوس فيزيت دنتال او لا تمام. البرينيتال والبوست ديتال هيستوري هاي مهمه. بالبرينيتال هيستوري يعني التايم اوف ديليفري اند تايم اوف بريجننسي يعني الطفل وين يجي لازم تسال شو على الاهل التايم اوف يعني اذا اكو فد بروبلم او مال اوكلوجن هل عنده علاقه بالكونجنتال كونديشن او عند هيريديتري كونديشن او بروبلم ديورينج بريجننسي المذر ماخذه في دراج معين اثناء البريجننسي او تايب اوف ديليفري بحيث صار عندي مشكله بالتي ام جي بروبلم تمام. بالبوست نيتال هيستوري ارجع وانتبه على وضعيه الهابتس والفيدينج بروسيجر شو نوعيه الاكل اللي ياكله شو نوعيه الهابتس مالته شو سببها سايكولوجيكال كونسيل ها كلها ممكن اتابعها خلال البوست ديتال هيستوري. والفاميلي هيستوري اكو الكيسات خاصه الكلاس 3 مال اوكلوجنز اللي هي دائما تكون ضمن الفاميلي هيستوري. زين بالكلينيكال اكزامينيشن هاي الشغلات اللي هسه كلها حكيناها باول بارت اللي حتشوفوه بالكيشيت مالتكم معلومات العامه اللي تاخذوها على الرغم انه معلومات هي بسيطه وسهله الدايجنوسيس لكن مهمه كتفكير اولي للاورثودونتست بالتريتمنت مالته. كلينيكال اكزامينيشن بعد خلاص راح نبدي نسوي اكزامينيشن للبيشنت تمام. اول اكزامينيشن للبيشنت لازم ننتبه الى هاي النقطه البيشنت من يدخل دنتال كلينيك يبدي يباوع الموفمنت البادي بولز تمام. مو حلو لا اباوع انه نورمال او اب نورمال الشيء راح اشوفه يعني صح انا لحد الان ما شايف انترا اورالي بس الشيء راح اشوفه انترا اورالي متناسق ويا عمره ويا وضعيته ويا الجروث مالته ويا الهيكل مالته طويل قصير على هذا الاساس على هذا الاساس صار التقسيم كالاتي. جاء عالم اسمه شيلدون شو اسمه شيلدون قسم البادي بيلد الى 3 تايبس. تكون بادي بيلد شنو علاقته لا لانه على اساس البادي بيلد صار تقسيم السيفاليك مال ذا بيشنت تمام. راح نشوف اول شيء البادي بيلد باي شلدون حتشوفون
the three types of the body. أول واحد بالنص اللي هو الميزومورفيك. الميزومورفيك يسموه الافرج تايب، لا هو كلش طويل ولا هو كلش قصير، لا هو كلش ثخين ولا هو كلش رفيع، وسط، طوله وسط وحجمه وسط كعرفان، تمام؟ شو يسموه بالميزومورفيك. النوع الثاني الاكتومورفيك، اول صوره هاي طول، اها طول اند ثين. انتم مو تجون تربطون اياها التول والثين لازم يعني كل طويل يكون رفيع، لا، ممكن الطويل يكون سمين، صح ولا لا؟ هذا ابنورمال يتعدل، بس احنا كنحكي على الهيكليه، كهيكليه ينقسم يعني الجسم الى 3 تايبس كبادي بيلد. الميزومورفيك يكون افريج تايب، الاكتومورفيك لونج اند ثين، والاندومورفيك العكس يكون شورت اندو على قولتك شورت ووايد اوبيس سمين، تمام؟ بس ممكن يكون واحد اندومورفيك يكون قصير بس ضعيف، صح ولا لا؟ احنا قلنا كي كافرج اوف بادي بيلد باي شولدر. على اساسه جاء علماء ثانيين اسمهم مارتن اند سيلر ب 57، قسموا السيفاليك اكزامينيشن مع الصوره. الصوره هي شنو؟ سكال. سكال يعني انثروبوتيك ستاديز، يعني شغله ناس ميته، صح؟ قسموا السيفالومتريك على هاي التسميات، جاوا وقاسوا العرض of the skull على length of the skull، حصلوا على 3 types of cephalic condition. أول واحد مثل الميزومورفيك صار ميزوسيفاليك متوسط average، تمام؟ يعني لا هو كلش عريض وجهه ولا هو كلش ضيق، لا كلش طويل ولا كلش قصير، يسموها بالميزوسيفاليك. النوع الثاني البريكيوسيفاليك. البريكيوسيفاليك اللي هو يكون وجهه عريض وقصير مثل الاندو، مثل الاندومورفيك. شلون الاندومورفيك؟ نفسه بالبريكيوسيفاليك، تمام؟ الدوليكوسيفاليك العكس اللي هو لونج فيس، لونج فيس ونفس الوقت يكون ثين. مارتن وسيلر كان هاي الدراسة الأولية مالتهم كأنثروبولوجيك ستادي على السكال، على البونز، تمام؟ على النون ليفينج. طوروها، قاموا يشتغلون على منو؟ على الليفينج. حولوها إلى another study سموها بالتسميات الآتية بالفيشال اكزامينيشن، ميزوبروسوبيك ويوري بروسوبيك وليبتو بروسوبيك. شو صارت الاسامي مدموجه؟ حتشوفون بداخل المحاضره اندكسات نسبه الميزوبروسوبيك او ميزومورفيك او ميزوسيفاليك، نعطيكم فد اندكس حق الارقام. وزاري ما وزاري لا تقروها ولا تتابعوها، بس عرفوا الاسامي، مو من الاسامي، تمام؟ بس الاندكسات كارقام ما نحتاجها، تمام؟ صار الميزومورفيك اللي هو نفسه الميزوسيفاليك اللي هو الافرج تايب، تمام؟ واليوري بروسوبيك هو نفسه الاندومورفيك، تمام؟ او البريكيوسيفاليك. والليبتو بروسوبيك اللي هو اللونج فيس، اللونج فيس او الثين فيس، تمام؟ هو نفسه بالدوليكوسيفاليك او بالاكتومورفيك، تمام؟ صارت واضحة؟ لو خبطت خبطت عادي تنخبط، بس تقروها تحفظوها. ميزو اندو اكتو كمورفيك. ميزو اندو اكتو، الاندو والاكتو والميزو الافرج، تمام؟ هذا المورفيك. نجي للسيفاليك، ميزو نفسه ميزو سيفاليك، تمام؟ بريكيو سيفاليك من حرفين دي شوية عريض، زين؟ ودوليكو سيفاليك اللي هو طويل، دوليكو طويل، دوليكو طويل، تمام؟ طويل وثن. نيجي القارنة ويا الفشل الميزو بعدها نفسها بروسوبيك، اليوري بروسوبيك والليبتو اللي هو الطويل، تمام؟ هسه هذا الكلام كلها، كل حكينا سكال سكال وفيس سكال وفيس ومورفيك وجسم وبادي بولد، خلصها راح يربط ويا الدنتال ارتش اللي هو اساس شغلنا. شافوا مارتن وسيلر خلال هاي دراستهم وقسموا هاي الاشخاص بالميزو واليوري والليبتو انه الدنتال ارش من كل واحد مالتهم يختلف. بقى الصوره اللي تشوفون
شلون تختلف؟ يعني من يكون عندي البراكيوسيفاليك او اليوروبروسوبيك يعني العريض والضيق، يعني البلق مال هذا الشخص راح يكون وايد، دنتال ارش يكون وايد تمام، والدبث مالته يكون قصير تمام. يعني تفتحون الارش مالته شو تشوفون؟ تشوفون انه الفك مالته عريض كشخص عريض، لكن العمق مال الدبث مال البلت او الدنتال ارش كله تشوفوه قليل تمام. زين من اشوف الميزو تايب هو الافرج تايب، لا هو كلش عريض ولا هو كلش ضيق ولا هو الدوريكو تايب او نفسه بالليبتوبروسوبيك نفسه تمام، اللي هو لازم شيء يكون طويل ويكون ضيق. اشوف الدنتال ارش شلون نشوفه؟ نيرو دنتال ارش. هذا مو مال اوكلوجن، انتوا تفهمون كلامي؟ هذا نورمال، هو شخص طويل وضيق وكلش مو كلش سمين، ودنتال ارش طوله مو دنتال ارش كسيفاليك مالته كسكال مالته طويل وضيق، دنتال ارش مالته نفس الشيء ضيق ونفس الوقت عميق، الدبث مال البلد تشوف كلش بيعمق تمام. هذا وين حنمشي ويانا؟ بالتريتمنت بلان. هاي نقطة كلش مهمة راح تقروها تشوفوها تدوخ، هي صوت عام بس كلش تدوخ وكلش مهمة. طب احنا بالتريتمنت بلان مالتنا ايش حرك؟ بالتريتمنت بلان مالتنا عندنا هدف واحد، هو انه لازم منتين على دنتال ارش فورم. يعني هسه هذا البيشنت جاني هو برود دنتال ارش بدونيك باليوريس بروسوسوبيك اللي هو البريكوسيفاليك العريض. من يكون دنتال ارش دنتال ارش مالته اصلا بيعرف، لازم بالتريتمنت مالتي احافظ على العرف مالته تمام. زين جاني البيشنت عنده كراودينج، اسوي له اكستراكشن لو اكسبانشن. كراودينج يعني عندي مجموعه اسنان متراكمه واحده فوق الاخرى، صح ولا لا؟ التريتمنت بالكراودينج تو اوبشن، ايذر اكستراكشن لازم اوفر له سبيس صح، او اكسبانشن. بالوسط دكتوره انا سقعت على البرون تايب يعني سر اكسبانشن عفيه، لانه اذا سويت له اكستراكشن راح يقل الدايمتر مال دنتال ارش، هو الدايمتر مال دنتال ارش اصلا برود عريض متناسق ويا شكله، يعني الارش مالته عريض ما اجي اضيق له اياه، لانه بس اضيق له اياه راح يصير انترفيرنس ويا الفيس مالته يصير شكله مو طبيعي تمام. العكس وين؟ بالدوليكو تايب او بالليبتوبروسوبيك، هذا النيرو دنتال ارش. نيرو دنتال ارش يعني انت قلت تفهمون كلامي؟ يعني جاني بيشنت هو بريكوسيفاليك وتعريض تمام؟ ودنتال ارش مالته نيرو صاير. اوسع العياط، تفهمون كلامي؟ تمام؟ بالدوليكو تايب هو دنتال ارش هو ضيق تمام؟ من اجي اسوي له اكستراكشن احافظ على ضيقه مالته، يعني من عندي كراودينج ما اسوي له اكسبانشن. يعني اشوفه ضيق هذا الشكل، اشوفه ضيق انا بهذا الشخص، هاي الارش يجيني بهاي الوضعيه بهذا البيشنت، ما اذا ابقي على هالوضعيه ما حلو يصير، لازم اسوي له اكسبانشن لانه عريض وجهه. لكن يجيني هالشكل بيشنت ما اجي اضيق، يعني ما اجي اوسع العيار، اقلع الاسنان وفضل الموضوع. ليش؟ لانه الهدف من التريتمنت مالتي هو شنو؟ هو المينتين اون دنتال ارش، لازم دنتال ارش احافظ على الشكل بالتوافق مع الهيكلية السكال تمام؟ هاي نقطة كلش مهمة، صارت واضحة لحد الآن؟ زين هسه هذا أول بارت من البيشنت راح يدخل يشوف البادي بيلد، يشوف السكال، يشوف الدنتال ارش، يشوف العرض مالته، وأقسمه كشيء أولي. وراها راح أبدي بالإكزامينيشنز. إحنا بالأورثودونتيك تريتمنت بلان انتوا عندكم محاضره بساعه ونص مو؟ اي تمام. هسه اخر شيء بس انا بنش هذا وراها نكمل على المحاضره القادمه. بالاكزامينيشن مالتي عندي 3 بلين. 3 بلين. الانتروبوستيريور هذا ساجيتال. عفيه ساجيتال. عندي الفيرتيكال وعندي الترانسفيرس الهوريزونتال. 3 بلين.
الانترو بوستيريور الفيرتيكال والهوريزونتال. الهوريزونتال ترانسفيرس، الفيرتيكال اسم واحد، والانترو بوستيريور نفسه يسموه ساجيتال بلين. تمام، كل بلين حنقيسه للبيشنت كلينيكالي عنده فيو معين وعنده طريقه معينه. كل بلين حقيسه للبيشنت داخل الكلينيك، يعني هسه من اريد اجي اشوف القياس مال الفيرتيكال عندي فيو معين اباوع عليه، من اريد اقيسه انترو بوستيريور عندي انذر فيو اباوع عليه. تمام، كل قياس كل بلين اقيسه عندي فيو يختلف عن الثاني، ها خليها ببالي نقطه كلش مهمه. تمام، وكل واحد بيه طريقه يختلف عن الثاني، كلش مهم هاي النقطه. راح نبلش بالاول بارت اللي هو بالترانسفيرس الهوريزونتال. هاي ابل مالتز موجوده عندكم اياها بالمحاضره، بس الشيء المهم بالدايجنوز لازم تعرفوه بيها. البيشنت على ما اشوف عنده اسيمتري بالهوريزونتال، شنو الشيء اللي اربطه بالهوريزونتال كمان اوكلوجن؟ هوريزونتال، هذا هوريزونتال. اوكي لا لا كمان اكو جان قحكي انسان دور الكاك الدي بايت، لا دي بايت هذا ما يطلع شو يسمونه هذا فيرتيكال الدي بايت صح فيرتيكال هذا فيرتيكال انا قحكي على الهوريزونتال عافيه الكروس بايت الماكسيلا اعرض الماندبل اضيق الماندبل اعرض الماكسيلا اضيق الاسنان طابه الاسنان طالعه هذا يسموه كروس بايت هذا ترانسفيرس دايمنشن من يكون الكروس بايت كلش تاثيره قوي على الدنتال ارش يعني بحيث ان المانديلا كلها عريضه او المانديبل كلها ضيقه فصار عندي اسيمتري راح يصير عندي اسيمتري بالفيشال بروفايل البيشنت اشوفه بطريقتين ايذر اباوع فرونتال فيو قاعد قدامي اباوع يبين عندي الاسيمتري اشوف الليف سايد من الرايت سايد اكو اسيمتري من عنده او اباوع الفيو الثاني دبل يسموه بالبيرد فيو اوكلوزال فيو اباوع من فوق يعني وانسى قاعد هنا اباوع من فوق من اباوع من فوق بين الرايت سايد اذا عنده سيمتري على الليف سايد حالات نادره ما تشوفوا هاي الاسيمتري ترى مو وايد تشوفوها كلش قليل يعني ممكن شخص عنده كروس بار حيشوفون اسيمتري بالفيشل قليل جدا جدا قليل تمام كلش قليل نشوف هذا التغييرات الحالات اللي كلش قوية هي هالحالات الهيمي فيشل هايبرتروفي ايبرتروفي او كونجنتال ديفكتس او يونترال كوندايل هايبربليشيا او يونلاترال انكيلوسيس هاي الحالات اللي هي كلش تكون اوبفيوس عندهم واضح الترانسفيرس ريليشن شيب تمام صارت واضحه لحد الان تمام نكمل على المحاضره الثانيه لانه البروفايل والدايفرجنس راجع شرح مطول على المحاضره القادمه ان شاء الله المحاضره